الأزبكية. اسمه مرتبط في الأذهان بأنه المكان الأشهر لبيع الكتب والروايات القديمة في مصر. شهرة الاسم لسه موجودة، والسور المقصود أصلاً هو سور حديقة الأزبكية اللي كانت أعرق الحدائق النباتية في مصر، واللي أنشأها المهندس الفرنسي عام 1872 على مساحة 18 فدان. اشتهر السور ببائعين الكتب اللي كانوا محيطين بحديقة سور الأزبكية، واللي تحولت لأكشاك بتبعد قليلاً عن المكان الأصل في محيط مسرح العرائس في منطقة العتبة، واللي بيضم 132 مكتبة مليئة بآلاف الكتب. كاميرا يوم سعيد نزلت وتجولت بين الكتب والتاريخ علشان تعرف حضراتكم أصل الحكاية. بفخر ان انا ببيع الدرر والنوادر والجواهر والحاجات اللي مش موجوده، اللي هي الكتب، وخصيصا الكتب العتيقه، متوارثه ابا عن جد عن اب جد. نقدر نقول ان من مطلع القرن العشرين 1905 1906 ايام الخديوي عباس حلمي الثاني كان موجود جد والدي وابوه وكلام من ده، كانوا بيبيعوا الكتب تحت ظلال أشجار حديقة الأزبكية. فسور الأزبكية نقدر نقول يعني إن تنوع الكتاب اللي فيه ككم وكيف مش موجود في أي سور آخر أو أي مكان آخر لبيع الكتب. إحنا عندنا في الأونة الأخيرة أو في العشر أو العشرين ثلاثين سنة الأخيرة ابتدينا نضيف لسور الأزبكية بيع الكتاب المدرسي. فمن بيع كتاب مدرسي فتلاقي بيأم السور أطفال مع أبائهم كيجي وان وكيجي تون، وجاي يدور على ميكي أو حاجة اي بي سي أو ألف به دي، وبنبيع للمراحل الابتدائية، وبنبيع للمراحل الإعدادية، وبنبيع للمراحل الثانوية والمراحل الجامعية. إن اللي عايز يعمل بحث أو بيعمل أطروح الدكتوراه أو ماجستير أو ما شابه، أو بيكتب رواية قديمة أو محتاج لبعض التواريخ فبيحتاج لبعض الكتب القديمة والمصادر القديمة الغير متوفرة في نص البلد، فبيجي سور الأزبكية. أنا مع والدي هنا مثلا فوق 35 سنة، هو بدأ على سور الحديقة بتاعت الأزبكية اللي تأسسها إسماعيل باشا. كانوا فرشين على السور، وبعد كده بدأت ياخد وبيع تصاريح من اللي في عهد جمال عبد الناصر للتوباكشاك، وبعد كده بقت مكتبات. هتلاقي كتب الدراسية مراحلها بمراحل مختلفة، كتب جامعية لطلبة الجامعة، ماجستير، دكتوراه، كل مراحل الحاجات، حتى الثقافة العامة موجودة. في كتب معدي عليها 100 سنة، وفي كتب معدي عليها 150 سنة. الكتب دي بتبقى بتورث من جدود لجدود، وبتوصل لحد توصل للآخر لحد عندنا. مهنة جميلة جدا يعني، تعامل مع الدكتور ومع الطالب ومع العام، كل حاجة. مكتبة هنا عمرها 45 سنة بسور الأزبكية، ونعتبر من قدام بائع الكتب. في كتب تاريخية بتيجي في وسط الشغل، في كتب فلسفة، في كتب أدب، في تاريخ. كنا هنا في حمدي سيف النصر في الشارع اللي في الأوبرا، وطلعنا من حمدي سيف النصر جينا 26 يوليو، من 26 يوليو رحنا الحسين. كل مرحلة إيه 10 سنين 12 سنة، 10 سنين 12 سنة، لغاية ما بقينا هنا بقالنا 22 سنة بعد ما رحنا الحسين ورجعنا تاني. أنا بتمنى أنه يرجع السوق حضاري تاني زي زمان، أيام ما كان على السور الأوبرا، أو أيام كان في الأوبرا، أو أيام ما كان برا على السور. أنا عمري في المكتبة تقريبا 25 سنة. إحنا عندنا في سور الأزبكية، وده برضو معروف للجميع، حتى أنا كان عندي مصطلح كنت يعني أنا اللي قلته عن سور الأزبكية، كنت بسميه الهرم الرابع للثقافة في العالم العربي، الهرم الرابع للثقافة. يعني ده نظرة للي بيحويه من كتب تعد نادرة فعليا، يعني مش مجرد كلام. يعني بتلاقي طبعات، سواء طبعات بولاء، الجوائب، القسطنطينية، طبعات أوروبا، طبعات نادرة. يعني بتلاقي كتب نفذت طبعا من دور نشرها، كتب من بدايه القرن العشرين، يعني بتلاقيها متوفره موجوده في سور الأزبكية. انا جايه النهارده عشان اشتري كتب، بحب اجي سور الأزبكية هنا بحيث ان انا اشتري كتب في مجالات مختلفه، بحيث ان انا اكون اثقف نفسي يعني وكده، واجمع معلومات. انا بحب اقرا في المجال الطبي، زي مثلا كتب دكتور مجدي يعقوب، الناس دي، وفي مجال خاصه مجال جراحه القلب. انا جايه سور الأزبكية النهارده اشتري شويه كتب في المجال النفسي، وبحب برضه اشوف برضه اخد فكره عن بقيه الكتب الثانيه اللي ممكن تعجبني واقراها وتصير فضولي، بحيث ان انا اجيبها واقراها وكده. شكل الكتب القديمه بيشدني، بيبقى بحس
بحس ان هي حاجه يعني قيمه اكتر من الكتب اللي هي دلوقتي برضو، وبحس ان هي يعني معلوماتها وطريقتها احسن برضو عن الكتب الحديثه اللي هي الكتب القديمه. وهنا بلاقي هنا برضو كل الكتب اللي انا عايزاها سواء قديم جديد. ودي كانت حكايه سور الازبكيه اللي ناس كتير تسمع عنه وما كانتش تعرف الحكايه كامله، لاقدم واشهر الاماكن اللي بتبيع الكتب في مصر.